السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما الفرق بين السي بي يو والجي بي يو والاي بي يو؟ السي بي يو ده اللي احنا اتكلمنا عنه طوال الفصل، اللي هو معالج الكمبيوتر الرئيسي، اختصار لسنترال بروسيسنج يونت، وده اللي بيتولى القيام بكل الأوامر والتعليمات اللي بتصدر منك للكمبيوتر سواء كانت صغيرة أو كبيرة، واللي اتكلمنا عنه طوال الفصل. زمان كان الكمبيوتر ما بيحتويش بس إلا على السي بي يو اللي هو السنترال بروسيسنج يونت أو معالج الكمبيوتر الرئيسي فقط. مع تطور الكمبيوترات والمعالجات وتطور المعلومات ومعالجة البيانات وظهور الألعاب الجديدة والأفلام اللي بالجودة الحديثة 4K وهكذا، أصبح معالج الكمبيوتر غير قادر على القيام بكل العمليات لوحده. فلذلك ظهر عندنا حاجة اسمها جي بي يو، أو مصطلح اللي هو الجرافيكس بروسيسنج يونت، اللي هو معالج الرسومات والجرافيك، وده بيبقى معالج تاني موجود في الكمبيوتر بشكل اختياري. المعالج الأول ده إلزامي، إنما المعالج التاني ده ماله؟ اختياري. إذا احتوى الكمبيوتر عندك أو الكمبيوتر المحمول أو اللابتوب على كارت شاشة خارجي، هيبقى فيه معالج سي بي يو خاص بكل الأوامر والتعليمات، وفي معالج جي بي يو خاص بمعالجة الرسومات والجرافيك. طيب السي بي يو لما يكون الكمبيوتر بيحتوي على كارت شاشة داخلي ومفيهوش كارت شاشة خارجي، هيبقى فيه سي بي يو بس بيتولى القيام بكل المعالجات والعمليات والأوامر وكل التعليمات اللي بتصدر منك، وبيتولى كذلك معالجة الرسومات والجرافيك. أما إذا احتوى الكمبيوتر على كارت شاشة خارجي، فالكمبيوتر بتاعك هيبقى فيه اتنين معالج، السي بي يو ده هيعالج الأوامر والبيانات، هياخد منك الأوامر والتعليمات ويخش على البيانات يعالجها، وبعد ما البيانات تتعالج يبدأ يطلعها لك على الشاشة، وهي طالعة للشاشة بتبقى في صورة الرقمية اللي هي صورة صفر وواحد، سلسلة من الزيرو والواحد. عارف كده فيلم ماتريكس لو انت فاكره، لما كنت بتشوف على الشاشة كده اصفار وحاجات كتيرة جدا جدا جدا، هي دي السلسلة بتاع البيانات الرقمية. فالمعالج لما بيتعامل مع الأوامر بتاعتك وبياخدها وبيعالج البيانات ويحولها المعلومات، وهي رايحة تطلع على الشاشة بتبقى ماشية على هيئة صفر وواحد، يروح بقى واصل لمين؟ واصل لكارت الشاشة. كارت الشاشة ده المفروض يحولها من صفر وواحد لصورة تناظرية، شكل مرئي، اللي هو الفيلم اللي انت بتشوفه بعينيك. انت لما بتتفرج على فيلم بتشوف زيرو واحد ولا بتشوف صور؟ بتشوف صور. الصور دي بنسميها شكل مرئي او شكل تناظري. يبقى كده معالج الرسومات بيعمل ايه؟ من اسمه جرافيك بروسينج يونت، بياخد المعلومات اللي جاية جاهزة من البروسيسور وعايزة تطلع على الشاشة، وبيحولها من الشكل الرقمي اللي هو الزيرو والواحد، ويطلعها لك في شكل يمكن رؤيته اللي هو الشكل التناظري، اللي هي الصورة اللي انت بتشوفها بعينيك او الصوت اللي انت بتسمعه بودنك، لان برضو الصوت هو جاي من البروسيسور بيبقى جاي على هيئة زيرو وواحد. وبالتالي اذا احتوى الكمبيوتر على كارت شاشة جي بي يو، كارت الشاشة ده بيبقى فيه رامات خاصة بيه اللي هي ذاكرة اسمها في رام، يبقى ذاكرة كارت الشاشة. يبقى كده الجي بي يو والفي رام دول بياخدوا المعلومات اللي جاية من البروسيسور ويحولوها من صورة رقمية لصورة تناظرية يمكن رؤيتها. طيب هو الزامي؟ لا. لو انت عندك الجهاز او اللابتوب فيه بروسيسور بس ومفهوش كارت شاشة خارجي، السي بي يو بيعالج كل التعليمات والاوامر وياخد اوامرك وينفذها على البيانات ويحولها لك لمعلومات، ويروح للشاشة قبل ما تطلع يحولها من زيرو والوان، يحولها لك لصورة ايه؟ يمكن رؤيتها صورة تناظرية. اما اذا كان عنده معالج تاني جي بي يو، ينتهي دور السي بي يو ويروح جاي مسلم الجي بي يو البيانات المعلومات الرقمية اللي هي زيرو واحد، والجي بي يو يروح جاي محولها لصورة تناظرية. وبالتالي المهمة هنا اللي كان بيقوم بها المعالج بس لوحده ويتعب فيها، يقوم بها اتنين معالج، معالج خاص بالكمبيوتر ومعالج خاص بالصور والرسومات والجرافيك. لذلك السؤال دلوقت لما يجي طالب يقول لي انا بدرس في كلية هندسة، انا بدرس في كلية فنون جميلة،
انا بدرس في حاسبات ومعلومات، انا بدرس في تربيه نوعيه قسم تكنولوجيا التعليم، انا بدرس في قسم التربيه الفنيه، وهدرس برامج جرافيك ادو فوتوشوب الستريتور، هدرس برامج مونتاج فيديو. فاقول له لازم تجيب لابتوب فيه ايه؟ سي بي يو بس؟ اقول له لا، احنا عايزين لابتوب يكون بيحتوي على كارت شاشه خارجي. ليه؟ عشان يحتوي على معالج سي بي يو ويحتوي على معالج جي بي يو. طب من غير كارت الشاشه الخارجي ما يقدرش البروسيسور يقوم لوحديه بمعالجه البيانات ومعالجه الرسومات والجرافيك. فتيجي تشغل مثلا ايه؟ برنامج متقدم في معالجه الجرافيك او برنامج متقدم في مونتاج الفيديو، ما يرضاش يشتغل على الكمبيوتر. ليه؟ لانه لا يقابل الحد الادنى من متطلبات التشغيل. البرامج دي لما بتيجي تشتغل لو لقت كارت شاشه خارجي، لقت جي بي يو موجود فيه بتنزل وبتشتغل، ما لقتش ما بتقدرش تشتغل. لذلك انت بتلاقي عندك لما طالب يجي يسالني عايز كمبيوتر او لابتوب للكليه وبدرس برامج مونتاج فيديو وبدرس برامج جرافيك، او واحد ما بيدرسش خالص وبيحب يلعب جيمز على الكمبيوتر زي لعبه بيس او لعبه كذا او لعبه كذا، ما يقدرش المعالج لوحده يقوم بمهمه معالجه البيانات ومعالجه الرسومات والجرافيك. يبقى لازم على طول نجيب له جهاز كمبيوتر او كيسه فيها كارت شاشه خارجي عشان يقدر يحصل على ايه؟ على 2 معالج اللي هو السي بي يو والجي بي يو. اتفقنا. ايه بقى الاي بي يو؟ هو بقى اصلا سبب تسجيل الفيديو، المصطلح الاي بي يو اللي هو سالني عنه واحد، قال لي ما احنا خدنا سي بي يو وعارفين الجي بي يو، انما الاي بي يو ده ايه؟ الاي بي يو ده يا سيدي قصه جديده خالص راحت عاملاها شركه اي ام دي، وشركه اي ام دي من الشركات العالميه الرائده في مجال تصنيع البروسيسور. لو جيت كده دخلت معايا على الموقع بتاع شركه اي ام دي علشان تتصفحها وتقول له انا عايز قسم البروسيسور، فبقول لك والله انت عايز بروسيسور للديسك توب للكمبيوتر المكتبي، ولا عايزه الكمبيوتر محمول اللابتوب زي الرايزن والاثلون، دي كلها سلاسل بروسيسور او معالجات موجوده للديسك توب وللابتوب. طبعا بروسيسور ده اللي هو مين؟ السي بي يو. ولا عايزه الاجهزه الورك ستيشن، اجهزه العمل الشاق بقى، تمام، ولا عايزه الاجهزه السيرفر اللي هي الكمبيوترات الضخمه. طيب سيبك من ده كله، انا داخل هنا ليه اصلا؟ عشان لو دخلت على كارت الشاشه اهو الجرافيكس، بتلاقي عندك هنا ايه؟ الريديون جرافيكس كارد وكذا وكذا وكذا، ومن تحت خالص حاجه اسمها الاي بي يو. الاي بي يو ده عباره عن ايه؟ في خطوه جريئه كده من شركه اي ام دي راحت جايه دمجه البروسيسور السي بي يو والجي بي يو في معالج واحد بس. الجي بي يو ده، نرجع تاني بس ناكد، السي بي يو ده انت عارف شكله ودرسناه كتير وبيبقى موجود كبروسيسور مستقل، والجي بي يو عارف شكله وبيبقى موجود كبروسيسور مستقل فين؟ في كارت الشاشه. يعني انت لو جيت جيت شفت كارت الشاشه بتلاقي ان في بروسيسور مستقل داخل كارت الشاشه، ادي ده اهو كارت الشاشه، اهو ده كارت الشاشه بيركب بشكل مستقل، هتلاقي موجود فيه جي بي يو بروسيسور مستقل قائم بذاته. يبقى لحد قبل من شويه كان السي بي يو بروسيسور مستقل بذاته، والجي بي يو بيبقى موجود كجزء منين؟ من كارت الشاشه، تمام. طب ايه بقى؟ اهو هنا برضو في واحد هنا كده ايه، بروسيسور جي بي يو موجود هنا. طب ايه بقى قصه الاي بي يو؟ الاي بي يو بقى يا سيدي انك تلاقي بروسيسور عادي خالص. انت لو جيت كده شفت بروسيسور اي ام دي اهو، بروسيسور ماشي لشركه اي ام دي اهو. البروسيسور بتاع شركه اي ام دي ده مش هيبقى بروسيسور عادي، امال هيبقى ايه؟ هيبقى بروسيسور جواه سي بي يو وجي بي يو في نفس الوقت، وده الحاجه الجديده خالص. هي راحت عامله السي بي يو والجي بي يو في بروسيسور واحد بس وسميته اي بي يو، اكسلريتور جرافيك بروسنج يونت، اكسلريتور بروسنج يونت، وراحت عامله له الشعار ده. يعني ايه الشعار ده؟ يعني بتقول لك البروسيسور اللي انت شايفه بعينيك ده هو عبارة عن 2 بروسيسور مع بعض، اللي هو ايه؟ اللي هو عبارة عن اي بي يو، اللي هو عبارة عن سي بي يو وجي بي يو في بروسيسور واحد فقط. يبقى الاي بي يو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكسلريتور بروسيسنج يونت او معالج من شركة اي ام دي بيحتوي بداخله على سي بي يو وجي بي يو، كارت شاشة، معالج للرسومات ومعالج
للكمبيوتر رئيسي. فلو جينا نكمل التصفح داخل موقع اي ام دي وقلت له انا عايز اشوف ايه هو الاي بي يو، يروح جاي نقلك على طول ويقول لك والله ده انا في الاي بي يو ده اهو هديك ايه، هديك اي ام دي رايزن بروسيسور وهديك ويز راديون جرافيكس، يبقى هديك سي بي يو من نوع رايزن وهديك جي بي يو من نوع راديون. ولو جيت بصيت من تحت وتصفحت الموقع اكتر وقلت له انا عايز اشوف كده مثلا ايه اللي هو الاي ام دي رايزن موبايل بروسيسور ويز راديون، اللي هو الموبايل اللي هو بتاع كارت بتاع الكمبيوترات اللابتوب المحموله يعني البروسيسور المحمول، تروح داخل للصفحه دي بتاع الاي ام دي رايزن موبايل بروسيسور، بروسيسور لكمبيوتر محمول من فئه الرايزن مع الراديون جرافيكس. بص كده تلاقي الشعار بتاعه على طول، لو جينا بصينا اهو اهو من تحت كده اهو يقول لك ايه اي ام دي رايزن 3000 اللي هي السلسله بتاعه 3000 ومعاها الريديون، فبتلاقي الشعار بتاع الاثنين. انما لو لقيت موجود اي ام دي رايزن بس الشعار الجزء ده، يبقى ده بيعني ان ده بروسيسور سي بي يو بس. لقيت ام دي ريديون جرافيكس بس الشعار ده، يبقى ده بيعني ان ده جي بي يو او كارت شاشه بس. وبالتالي لما نشتري لابتوب من شركه اي ام دي هنستفيد بميزتين، اولا انه بيحتوي على بروسيسور وبيحتوي على جي بي يو اللي هو ايه سي بي يو بروسيسور وبيحتوي على جي بي يو بروسيسور. وده اللابتوب اللي انا كنت عارضه لبعض الطلبه لما سالني، قلت لهم ممكن تجيب جهاز اي ام دي بيكون بسعر اقل من الانتل وبيكون جواه كارت شاشه خارجي قوي جدا جدا. زي الكمبيوتر ده مثلا اللي انا كنت برشحه لاحد الطلاب اللي هو الاتش بي برو بوك 455 جي 3، وده بيكون اي ام دي بروسيسور اي 8. البروسيسور الاي 8 ده اللي هو رباعي النواه 7410 اللي هو الجيل السابع، وده بيقول لك ايه اي بي يو ويز اي ام دي راديون ار 5 جرافيك، يعني ده مش بيقول لك ده مش سي بي يو ده اي بي يو، ففي اي ام دي اي 8 وفي جي بي يو من فئه راديون ار 5، وده بيكون كارت شاشه 1 جيجا وبيفتح ل6 جيجا مع الرامات. اتمنى تكون الفكره وصلت. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.